نازلين النهارده نقول ان الثوره لسه ما انتهتش. احنا قطعنا بنظام مبارك الراسمالي وهنطيح بنظام الراسماليه الدينيه، ماشي، زي ما قطعنا بنظام الراسماليه المدنيه هنطيح بنظام الراسماليه الدينيه. الثوره لسه بتحقق اهدافها، بتتقدم في اتجاه تحقيق اهداف العيش والحريه والعداله الاجتماعيه. عشان كده انا نازله مع بقيه الشعب. ادي حالنا يا شباب، ادي حالنا يا